من اللوحات النادرة والمعروضة في المعرض المصاحب لندوة الشيخ أبي نبهان قاعد بن خميس الخروصي. هذه الوثيقة التي اكتشفت مؤخرا في دار الكتب المصرية، وهي عبارة عن رسالة من السيد طالب بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي إلى أهل قربة بتونس، يعلمهم بوفاة الإمام أبي نبهان قاعد بن خميس الخروصي، ومرسلا لهم بعض كتب الشيخ أبي نبهان للاستفادة منها. ومما جاء في هذه الرسالة الموجهة من السيد طالب بن الإمام أحمد البوسعيدي إلى أهل قربة قوله: وإن من فقده لفي كمد يطحطح الشم والصلاد الصم. ثم يقول: فأحببنا إرساله إليكم، أي بعض مؤلفات الشيخ أبي نبهان، لتمعنوا النظرة وتديروا الفكرة في تأليف هذا الرجل العالم الفقيه الذي فاق من شاء الله من العلماء من المتأخرين، بل كثير من المتقدمين، وهذا قليل من تأليفه وتصانيفه. وهذا هو ختم دار الكتب المصرية، وهذا يعكس مدى التلاقح الثقافي والتواصل الحضاري بين عمان وأهل قربة بتونس في شمال إفريقيا. ننتقل الآن إلى لوحة أخرى من هذا المعرض، وهذه اللوحة أو هذه الوثيقة تؤرخ تاريخ بناء بيت الرأس الذي سكنه الإمام أبو نبهان قاعد بن خميس الخروصي في آخر حياته، في آخر سنة من حياته، إذ أنه تم الانتهاء كما تشير هذه الوثيقة من بنائه في عام 1236 من الهجرة النبوية، على أن الإمام توفي بعدها أي في عام 1237 من الهجرة النبوية. فهي تؤرخ لأمر كان في حياة الشيخ أبي نبهان. وللأسف الشديد لم يبقى من بيت الرأس الآن في قرية العليا إلا أطلاله، إذ إن خصوم أو مناوئي الشيخ أبا نبهان وللأسف الشديد قاموا بهدم هذا البناء، إذ إن خصوم الشيخ أبي نبهان قاموا بهدم هذا البناء الشامخ. ننتقل الآن إلى وثيقة ثالثة، وهي أيضا وثيقة مهمة تؤرخ لجانب آخر من جوانب التلاقح الثقافي والحضاري، ذلك أن صاحب كتاب حديقة الأفراح لإزالة الأتراح أحمد بن محمد اليمني الشرواني الأنصاري أتى لزيارة الشيخ أبي نبهان إلى العليا وأرخ هذه الزيارة في كتابه إزالة الأتراح. ومما قاله في هذا الكتاب واصفا الشيخ أبا نبهان: أشهد أنه العلم المفرد والأجل ممن ركع وسجد وهدى وضل وأضل بعلومه وأرشد، فهو اليوم زعيم قومه وكبيرهم الذي صغرت أقرانه لقصورهم عن المقابلة له في صلاته وصومه، عن المقابلة له في صلاته وصومه، تصانيفه دلائل الإعجاز وتآليفه محشوة بمحاسن الحقيقة والمجاز. ثم نقل هذه الترجمة صاحب كتاب حلية البشر، وأضاف إلى هذه الترجمة المذكورة في إزالة في حديقة الأفراح، وأضاف إلى هذه الترجمة المذكورة في حديقة الأفراح قوله عن الشيخ قاعد بن خميس، قال: إمام في المعارف كامل وهمام في اللطائف والفضائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقمد الشيخ بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.